بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، هذا السؤال وردنا من أحد الإخوة عن الحسد ومخاطر الحسد، وهل الحسد مثبت علميا كما ورد في القرآن الكريم أم أنه ظاهرة لم تثبت بعد؟ سوف نجيب باختصار أيها الأحبة. الحقيقة الحسد شيء موجود ويجب أن نقتنع به، لأن القرآن حدثنا عنه، قال سبحانه وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقال أيضا: ومن شر حاسد إذا حسد. إذن الحسد موجود، وهناك سورة كاملة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعلمها لنستعيذ بالله من شر الشيطان ومن شر الحاسد ومن شر السحر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، يعني الليل إذا أقبل وأظلم وما فيه من شرور، ومن شر النفاثات في العقد السحرة وشرهم، ومن شر حاسد إذا حسد. فالعين هذه أيها الأحبة بالفعل تحسد. علميا هناك بحث أحببت أن أتحدث عنه نشر عام 2013، حقيقة بحث فريد من نوعه. درس العلماء ظاهرة الحسد، يعني عندما تنظر أنت لشخص لديه مال مثلا وتتمنى أن يزول هذا المال عنه، وأن تكون هذه النعمة التي هو فيها أن تكون لك هذه النعمة، وأن يصيبه شر مثلا، هذا الإحساس أو هذه الحالة أخضعت للتجربة. هذا البحث أيها الأحبة نشر في الشهر السادس في عام 2013 على موقع ساينس ديلي، وتبين للعلماء أن الدماغ ينشط بشكل معقد جدا أثناء عملية الحسد، فالدم يتدفق عبر أجزاء الدماغ بسرعة، ويكون هناك نشاط كبير غير اعتيادي للدماغ، يعني هذا الأمر أثبت علميا. الحالة العاطفية للإنسان أيها الأحبة عندما الإنسان يتأمل ويخشع لله تبارك وتعالى، وبخاصة في الصلاة، يكون تدفق الدم قليلا والدماغ يعمل بطريقة مريحة. أثناء الحسد تجد أن الدماغ ينشط في أجزاء محددة قليلة، طبعا هذه الأجزاء يكون فيها تركيز عالي جدا للطاقة وللدم، وحتى الموجات التي يبثها الدماغ باستمرار تختلف، يعني موجات الحاسد التي يبثها الدماغ، هناك ثلاثة أنواع من الأمواج الكهرومغناطيسية يبثها الدماغ باستمرار. هذا أيها الأحبة منذ الليلة الثانية والأربعين عندما كنت جنينا بدأ دماغك ببث هذه الموجات الكهرطيسية، ولا تتوقف إلا بعد الموت بقليل، بعد أن تموت بقليل تتوقف، سبحان الله، لا تتوقف أبدا، في الليل، في النهار، أثناء النوم، أثناء المرض، في كل الحالات لا تتوقف هذه الموجات التي يبثها الدماغ إلا بعد الموت، وتبدأ في الليلة الثانية والأربعين. اعتبرها بعض العلماء أنها دليل على نفخ الروح، لذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم نتذكره معكم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها، إلى آخر الحديث الذي رواه الإمام مسلم. فهذه الموجات التي يبثها دماغك أيها الحاسد تؤثر على الآخرين، ويمكن أن تؤثر تأثيرا سلبيا. يعني يقول العلماء عندما تكون حزينا فإن الدماغ يعاني من بذل جهود إضافية، أيضا هناك مناطق تنشط أثناء الحزن، لذلك كل آيات القرآن التي ورد فيها الأمر فعل أمر وجاء فيها الحزن دائما لا تحزن لا تحزنوا، مثلا لا تحزن إن الله معنا، ولا تهنوا ولا تحزنوا،
ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. كل الآيات أيها الأحبة فيها نهي عن الحزن. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يريد لنا الخير، يريد لهذا الدماغ أن يعمل بحالة هادئة، ولا يريد أن يشتت الطاقة الموجودة في الدماغ على أشياء تافهة لا تضر أو تضرك ولا تنفعك. يريد القرآن منك أن يجعل كل طاقتك للخشوع والتأمل والتدبر، وأن تكون مسرورا سعيدا. لذلك الله تبارك وتعالى يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك ينصح العلماء اليوم أيها الأحبة، ينصح العلماء بعدم الحزن تفاديا لتلف جزء من خلايا الدماغ التي تسبب الشيخوخة المبكرة أو ما يسمى بالزهايمر أو فقدان الذاكرة. الحسد أيها الأحبة كما لاحظ العلماء يؤذي الدماغ، يؤذي دماغك أيها الحاسد. لذلك احذروا أيها الأحبة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن الحسد واستعاذ من شر الحاسدين، الحسد شيء سيء جدا، والعلم يثبت ذلك، يعني هذا الكلام موجود على موقع ساينس ديلي لمن أحب أن يطلع. يقول الباحثون في هذه الدراسة إن الحسد يؤذي الدماغ ويسبب اضطرابات في الشخصية، والدماغ في حالة الحسد يكون مشوشا، ويصعب على العلماء حتى تمييز المناطق التي تنشط أثناء الحسد، لأن الدماغ كله مضطرب ومشوش، يعني أشبه بسفينة تجري في وسط زوبعة وأمواج لا تدري كيف تذهب يمينا أو يسارا. هذا هو دماغ الحاسد. طبعا التجارب الطويلة التي أجراها العلماء على الدماغ البشري تبين من خلال المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي أن هذا الدماغ يكون في حالة هيجان وفوضى أثناء ممارسة الحسد. لذلك العلماء، علماء النفس وعلماء الطب، يقولون لك من الأفضل ألا تتمنى نعمة لغيرك أن تكون لك. وهنا لدينا آية عظيمة في القرآن: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. طيب ما هو الحل؟ ورزق ربك خير وأبقى. أخذ دماغك وتفكيرك باتجاه رزق الله خير وأبقى. وبالتالي أيها الأحبة، بالنسبة لكل إنسان يشعر أنه محسود، العلاج بسيط جدا، وهو هذه السورة: قل أعوذ برب الفلق، إلى آخر السورة 7 مرات. رقم 7 له تأثير كبير على السحر أيها الأحبة، على إبطال السحر، على إبطال الحسد. لذلك نحن عندما نذهب في عبادة الحج نرمي إبليس ب7 حصيات أو جمرات، ونسجد على 7 أعظم طاعة لله، والقرآن أنزل على 7 أحرف. لذلك الفاتحة التي هي أم الشفاء، يعني النبي سماها أم القرآن، ويمكن أن تكون هي فاتحة الشفاء، أم الشفاء. قراءة الفاتحة 7 مرات بالإضافة للمعوذتين، وطبعا قل هو الله أحد وآية كرسي، دائما استخدموا الرقم 7. تكرار 7 مرات له تأثير، الرقم له تأثير أيها الأحبة، ليس عبثا. لذلك الله تعالى أمرنا أن نرمي إبليس والشياطين ب7 حصيات، الرقم 7، وعذبهم بالرقم 7 أيضا. وإن جهنم لموعدهم أجمعين، لها كم؟ 7 أبواب، لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم. فأنت عندما تشعر أن أحد يمكن أن يضرك، هناك جزء من آية بسيط جدا الحقيقة، وأنا يعني دائما أكرره وأنصح بذلك. الله تبارك وتعالى يقول: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. عندما تكرر هذه الآية 7 مرات أو جزء من آية 7 مرات، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم،
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم 7 مرات، تشعر في داخلك براحة نفسية عظيمة، وتشعر أن الله تبارك وتعالى قريب منك، وهو قريب بالفعل، وهو معكم أينما كنتم، وتزول عنك هذه الأحاسيس المدمرة، الأحاسيس السلبية هذه التي تظن أن فلان قادر أن يضرك. هناك أيضا مقطع في سورة البقرة يقول: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. 9 كلمات تقولها 7 مرات: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. التكرار هنا ضروري أيها الأحبة لخلق أثر في عقلك الباطن أن الذي يضرني هو الله، فلماذا أخاف من فلان؟ لا يصيبني إلا ما كتب الله لي. وهناك أيضا الآية الكريمة الشهيرة: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. احفظوا هذه الآيات، كرروها 7 مرات، هذا سيحدث أثرا عميقا في دماغك وفي عقلك الباطن أو غير العقل اللاواعي، ما يسميه العلماء كذلك، يحدث أثرا يمنحك اطمئنانا أن الذي يضر هو الله، الذي ينفع هو الله، الذي يكفيني هو الله، فسيكفيكهم الله. لذلك أيها الأحبة، الإسلام نهى عن هذه العادة السيئة، بل أمرنا الله تبارك وتعالى أن نلجأ إليه ونستعيذ به من شر الحاسدين، قال تبارك وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. لذلك يمكن أن نقول إن هذا الاكتشاف العلمي حول الحسد لا يناقض القرآن، يتفق مع القرآن. إذن القرآن ليس كتاب أساطير كما يدعي بعض الملحدين. الملحدون شككوا بموضوع السحر والحسد، والعلم اليوم يكشف أضرار هذه العادة السيئة، الحسد وغيرها. وبالتالي فإن هذا الحسد الذي أثبته العلماء اليوم، ويقولون إن العلاج لهذه الظاهرة أن تعتقد أن هذا الإنسان لا يستطيع أن يضرك، أن تعتقد أن هذه النعمة لن تزول بسبب هذا الإنسان، لأنك أنت حصن نفسك. يعني هم دائما العلماء الذين لا يؤمنون بالله يعالجون هذا الأمر بأن تزيد ثقتك في نفسك، ثقتك في نفسك، وتزيد وكأنك أنت الذي تسيطر. أما القرآن يعطيك أسلوب رائع للعلاج، يبرئك من نفسك، تتبرأ من حولك وقوتك ونفسك وسلطتك وكل شيء، وتلجأ إلى الله. أعوذ أي ألتجئ، يعني أحتمي بالله، تماما مثل أنت إذا كنت ضائع واحتميت بملك من الملوك، عذت به أو لجأت إليه أو احتميت به، فأنت تحتمي بالله عز وجل. إذا احتميت بالله هل يستطيع أحد أن يضرك؟ نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم. وإلى سؤال آخر قريبا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.